أهلا بكم. تتواصل اليوم الجمعة أحداث هذه الجولة في الدوري السعودي. يلعب النصر في الرياض أمام الفيصلي، والاتفاق يواجه الاتحاد في الدمام، بينما الفتح يستضيف الشعلة في الأحساء، والنهضة ضيفا على التعاون في بريدة. المتصدر النصر يبدأ حملة الدفاع عن صدارته هذا الأسبوع أمام الفيصلي الباحث عن الهروب عن المؤخرة. عبدالله الدرويش يقلب في ذكريات الفريقين. تسع مواجهات جمعتهما في الدوري، ومع ذلك حفلت اللقاءات التي تضعهما وجها لوجه بذكريات نستعرض أهمها فيما يلي. اللاعب السابق في صفوف النصر عبد برناوي، ومع صراع فريقه للبحث عن هدف، يطلق قذيفة أرض جو تسكن الشباك وذاكرة متابعيها حتى الآن. ثلاثة لقاءات قبل هذا والنصر لا ينجح في الفوز على الفيصل في الدوري وحتى في المسابقات الأخرى، وفي هذه المباراة تسير المباراة نحو تعادل جديد حتى ظهر الكويتي بدر المطوع والملقب ببدران وسجل هدف الانتصار الأول على الفيصل. هذا اللقاء الذي استضافته أرض الفيصل في المجمع شهد حدثين مهمين. الأول هنا هو طرد سلمان الجريني المشرف آنذاك على كرة الفريق الأصفر. الحكم خليل جلال أوقف المباراة حتى غادر الجريني الميدان. الحدث الثاني في مباراة المجمع حصل بعد نهاية اللقاء. فجأة وبلا مقدمات عرضت إحدى الكاميرات صورة لحسين عبد الغني يعض لسانه ويوجه بكوعه ضربة إلى الحارس تيسير آلنتيف. مواجهة النصر والفيصل في الرياض تشير ساعتها إلى الدقيقة 88 والفريق الضيف متقدم بهدف، حتى حضر هدف من ريان بلال اشتهر بهدف يد بلال. هو اللقاء الرابع الذي يرحل فيه النصر إلى المجمع، وقبله من الرحلات إلى المنطقة التي تبعد ما يزيد عن 150 كيلو مترا عن العاصمة لا يفوز الفريق الأصفر هناك، لكن محترفهم الإكوادوري السابق خايمي أيوبي سجل هدفين عاد بهم فريقه ومعه النقاط الثلاث الأولى. عبدالله الدرويش، العربية. ومن الرياضة يلتحق بنا كابتن سعد الشهري مدرب شباب نادي النصر. كابتن أهلا بك معنا. الذكريات ليست جيدة بين الفريقين في الغالب، لكن على المستوى الفني كيف يمكن قراءة هذه المباراة؟ النصر المتصدر أمام الفيصلي الباحث عن الهروب. صباح الخير عليك بالتالي وعلى مشاهدين برنامج في المرمى. خليني في البداية بس أنتهز الفرصة حقيقة بمباركة لنادي النصر وإدارة وجماهير ولاعبين وجهاز فني بتحقيق كأس ولي العهد. كانت البطولة حقيقة إنصاف للأمير فيصل بن تركي وللاعبين والمدرب وللجمهور النصراوي الذي حضر وأمتع وأبدع. بالنسبة للفيصلي والنصر، أعتقد أن الفيصلي لعب مع النصر الموسم هذا مباراة الدور الأول، مباراة أيضا ودية، واستطاع النصر تحقيق الفوز في المباراتين. كان الفيصلي واضح للنصر من خلال مباريات الدور الأول، لكن أعتقد أنه الآن تغير في الفيصلي تواجد المدرب الإيطالي الجديد. الفيصلي فريق حقيقة كنت أستمتع في كثير من مبارياته. فريق يلعب بإمكانياته، يلعب على الارتداد الجيد، ما يدافع بشكل مكثف. طبعا هذا مع المدرب البلجيكي، اختلاف الوضع مع المدرب الإيطالي. فأعتقد أنه مدرب نادي النصر عامل حسبان الوضع الجديد لنادي الفيصلي، خصوصا في التعاقدات أيضا الشتوية اللي قام فيها الفريق. نعم كابتن، على الأرض كابتن، في أرض الميدان أقصد طبعا، كيف يلعب الفيصلي؟ اشرح لنا الطريقة. الفيصلي أعتقد أنه من مواسم العديد الثلاث الماضية فريق يلعب على إمكانياته، على الارتداد الجيد، على التنظيم الدفاعي من الثلث الأوسط وأحيانا الثلث الأخير أو الدفاعي ودفاع المنطقة. ما يميز النصر هالموسم هذا، وأعتقد أنه هو من يستحق الكلام عنه بشكل أكبر. النصر
استطاع أن يهزم جميع الفرق. لكن ليش السبب أنه النصر استطاع أن يهزم جميع الفرق؟ جميع الفرق اللي تلعب بطرق مختلفة، سواء كانت تلعب بطرق مفتوحة أو تلعب بطرق الإغلاق المنطقة. النصر الموسم هذا ما شاء الله يعني يتميز بالوصول للمرمى عن طريق الأطراف، عن طريق العمق، عن طريق الكرات الطويلة العالية، عن طريق الكرات الثابتة. إذن أصبح النصر علامة فارقة هذا الموسم، يستطيع الوصول للمرمى بشكل سهل وسريع، وهذا الشيء اللي كان ينقص النصر خلال السنوات الماضية. جميل كابتن، الفريق يبحث عن الهروب من المؤخرة، فريق يبحث عن توسيع الفارق في مباراة الغد بعد هزيمة الهلال منافسه اليوم. معنى ذلك كابتن أنه قد نشاهد استعجال وتسرع من لعبة النصر لهدف يطمئنهم مقابل تكتل قوي من الفيصلي، قد يكون هذا هو السيناريو المتوقع؟ هذا السيناريو الطبيعي، ولكن أنا ما أعتقد أنه حيكون فيه استعجال، لأنه خسارة الهلال اليوم المفروض وبخبرة الكابتن حسين عبد الغني ومحمد نور وعبد عطيف والسهلاوي أنه الفريق يكون تحت ضغط نفسي أقل. نعم، لأنه الفريق النصراوي وأي لاعب كل ما يكون تحت ضغط نفسي أقل كل ما يمتع ويبدع ويظهر ويتجلى في بأحلى مستويات فنية. بالنسبة للفيصلي أنا أعتقد أنه وجوده في المناطق للمنافسة على الهبوط ليس سوء في مستوى الفيصلي. نعم. بقدر ما هو تميز حقيقة بجميع فرق الوسط، سواء كان الشعلة، الرائد، التعاون، نجران، العروبة. لذلك الإثارة زي ما هي بين الهلال والنصر في المقدمة، هي إثارة أيضا بين الخمس أو الست الفرق اللي تنافس على بطاقة الهبوط. نعم، شكرا جزيلا كابتن سعد الشهري المدرب السعودي. شركة صلة المسوق لتذاكر مباراة الدوري السعودي أعلنت أمس أنها ستوزع تذاكر مباراة النصر والفيصلي بالمجان على جماهير النصر كتكريم لفوز الفريق ببطولة كأس ولي العهد في الأسبوع أو مطلع هذا الأسبوع. بإذن الله 60,000 بإذن واحد أحد حاضرين. خطوة حلوة مرة صراحة، أكيد حترضي أي نصراوي خاصة متصدر. لا تكلمني زي ما وعدنا كحيلان في الملعب المباراة اللي راح، إن شاء الله نوعد المباراة هذه بإذن واحد الأحد إن شاء الله. الملعب فل 60,000 بكرة، الملعب فل والجماهير بيعبون الملعب. حضور النصر بهذا الشكل هذا العام صراحة يعني جذب حتى غير الرياضيين. وإن شاء الله بتشوفون التيفو بشكل أفضل إن شاء الله. هذا نتمنى حضور الجمهور بشكل كثير عشان يطلع التيفو شكله أحلى. حاضر حتى لو صار تذكرة 50% رايح يحضر إن شاء الله، وإن شاء الله راح يبيض إن شاء الله فريق النصر إن شاء الله بربعية إن شاء الله بإذن الله. صارت العالم كلها تدور وش عند النصر الحين، صار مطلب الحين. هذه وقفتنا الأخيرة، نتابع بعدها حلقة هذا المساء وفيها الإتي المتوعك والإتي الجريح في مواجهة الظروف المتشابهة.